مرحبا، عنوان منقوشتنا اليوم وادي القبور. يمكن استغربتوا الاسم، ايه بس نحن فعلا رح نحكي عن وادي بيضم مجموعة كبيرة من القبور اسمه وادي القبور، وموجود بمدينة تدمر، وهو أكبر منطقة مدافن بتدمر. بيمتد بين سلسلتين من التلال على طول الطريق القديم يلي كان يوصل حمص بتدمر، وكان هذا الوادي أول وجهات السياح يلي كانوا يزوروا مدينة تدمر، وكانوا يشوفوا فيه كيف اهتموا التدمريين بقبور أمواتهم. يا ترى شو سر هالاهتمام وكيف عبروا عنه؟ خليكن معنا لنحكي لكم. آمنوا التدمريين بالحياة بعد الموت، مشان هيك سموا المدافن تبعهم بيت الأبدية، وكان لكل عيلة مدفنة الفخم المزخرف بالجبصين أو الحجر أو الفريسكو، وكان في بالمدفن بير للسقي، وباب المدفن هو عبارة عن حجر منحوت عادة بيكون فوقه في شباك للإنارة والتهوية، والباب بينقش عليه تاريخ البناء واسم صاحبه. أما القبور جوات المدفن فبتنصف على رفوف عمودية مصفوفة فوق بعضها، وبتفصل بين ألواح من الرخام أو الحجر، وبصدر الجناح الرئيسي بالمدفن في السرير الجنائزي يلي بيضم مجموعة تماثيل لتونس الميت بوحدته. أما الشكل الخارجي للمدفن فهو واحد من ثلاثة، مدفن برجي أو تحت الأرض أو منزلي. المدافن البرجية واللي ممكن يوصل ارتفاعها لخمس طوابق تمت الإشارة إلى بالكتابات القديمة بكلمة نفش، يعني ضريح أو صرح، وهي الأبراج المربعة بلشت تتطور بالقرن الأول قبل الميلاد، وبتتميز باتساعها لعدد كبير من القبور وبقوة بناء ومتانته، وعادة الطابق الأول بيكون مزين بالزخارف والنقوش والتيجان. أما السقف فمقسم على أشكال هندسية دقيقة مدهونة بالألوان وبيناتها أشكال إنسانية نافرة. هذا النوع من المدافن هو أقدم المدافن وبيرجع للعصر الهلنستي، ومن أشهر المدافن البرجية بتدمر عتنتان إيلابل يمليكو كيتوت بوادي القبور، وفي غيرهم حوالي 150 قبر. النوع الثاني من المدافن هو المدافن الأرضية، وأقدم نموذج لمدفن تحت الأرض بتدمر هو المدفن القريب من معبد بعلشمين، وبيرجع للقرن الثاني قبل الميلاد. وأشهر المدافن الأرضية مدفن يرحاي يلي تم نقله وإعادة بنائه بمتحف دمشق، ومدفن الأخوة الثلاث. أما ثالث نوع من المدافن فهو المدافن المنزلية، وهو النموذج الأغنى والأكثر فخامة بالعمارة التدمرية الجنائزية، واستخدموا فيها الكلس الأبيض الناصع بدل الحجر الرملي، وظهر هذا النوع بنهاية القرن الأول الميلادي، ونوجد منها حوالي 35 مدفن بس كلهم مهدمين. وبعكس المدافن البرجية والأرضية ما ضل مدفن من المدافن المنزلية شيء يذكر، ولا تم التنقيب عنها بنفس الاهتمام يلي تم في التنقيب عن المدافن البرجية والأرضية. هي كانت أنواع المدافن بوادي القبور باختصار. إذا بتعرفوا معلومات أكثر شاركونا فيها. المنقوش معي.